أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: شخص كثير النوم عن صلاة الفجر، وكلما تعلم علما شرعيا زاد على فعل المعاصي، وهو مدرس للعلوم الشرعية، فما نصيحتكم له؟ لربما أنه يسهر بالليل على هذه الفضائيات أو هذه البلاوة التي حصلت، يسهر بالليل ويتثاقل عن صلاة الفجر. نسأل الله لنا وله الهداية. فأن تنصحه، انصح الرجل هذا وقل له: أنت قدوة، أنت مدرس، احمد الله على هذه الميزة العظيمة من جعلك مدرسا بكتابه وسنة نبيه ومدرسا للعلم وقدوة، احمد الله وكن قدوة حسنة. نعم.